خذني وامشي وريدني لولا حقتك. إن الثورة تولد من رحم الأحزان، قالها الشاعر وكأنه يقرأ في كتاب ثورة تشرين العراقية. عهد بالدم والدموع على استكمال مسيرة الثورة، عهد يقطعه ثوار النصرية على الرغم مما قدموا ويقدمون من تضحيات شهد لها كل العراقيين. إذا قالوا الناصرية تشيل خيمها لو شي، إحنا حرقوا خيمة بنيان من نبلوك، مو يردونا عود تشيل خيمنا، ما نرجع منا لمن تتحقق مطالبنا كلها. هاي وحدة، وهذا محمد توفيق علاوي ومرفوض، مو بس الناصرية، كلها المحافظات رفضته. ثوار الناصرية كغيرهم من الثوار في ساحات التظاهر يؤكدون رفضهم كل محاولات الالتفاف على المطالب الشعبية بشأن شخصية رئيس الحكومة الجديدة، رفض يستند إلى رغبة صادقة في بناء الوطن على أسس صحيحة. يعني الأساس غير صحيح، بناء الدولة على أساس غير صحيح راح ينتج مخرجات غير صحيحة، وهذا واضح، وهذا واضح. حتى أن الجمهور حاليا في محافظة ذيقار رافض محمد توفيق علاوي، هذا رفض شديد لشخصية محمد توفيق علاوي. ويبدي أبناء الناصرية أسباب رفضهم تكليف محمد توفيق علاوي برئاسة الحكومة، مؤكدين مجددا على شروط الثوار لشغل هذا المنصب. هل هذا اللي رشحوه غير جدلي؟ أولا منتمي للأحزاب، ثانيا مشارك بالعملية السياسية، ثالثا عليه مؤشرات فساد ومحكوم حكم لمدة 7 سنوات. وكما ولدت الثورة من رحم أحزان ومعاناة العراقيين طوال سنوات ما بعد الغزو الأمريكي، فإن تضحيات الشباب العراقي في ساحات التظاهر تؤكد أن الثورة مستمرة حتى تحقيق أهدافها وبناء عراق جديد.